تربويا دائما، حيث نظم مركز شراع للدعم الجامعي والمركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية بمدينة العيون يوما دراسيا حول الآفاق الدراسية ما بعد البكالوريا، اليوم الدراسي الذي أطره ثلة من الأساتذة وحضره طلبة وأولياء أمور التلاميذ. نتابعه في روبورتاج سلك بوجدور وإبراهيم جولي. آفاق الدراسة ما بعد البكالوريا محور اليوم الدراسي، قارب سؤال أفق استكمال مشوار التحصيل العلمي بمختلف التخصصات والشعب العلمية والكفايات المعرفية للطلبة حامل شهادة البكالوريا بعد استحقاق هذه الشهادة العلمية. محاور أطرها ثلة من الأساتذة بمختلف التخصصات والمشارب العلمية، وحضرها ثلة من الطلبة. جمعية شراع تشتغل على العنصر البشري، وتعتبر أن العنصر البشري القارئ والمثقف هو رأس مال هذا الوطن. نتمنى صادقين أن نوصل عنصرنا البشري إلى ما بعد البكالوريا وإدماجه في سوق الشغل والتنمية البشرية. اليوم سعداء أننا نتواجد بمدينة العيون من أجل الحضور لأشغال اليوم التوجيهي الخاص ب يعني آفاق الدراسة ما بعد البكالوريا. يعني أكيد هذا النشاط جاء بشراكة مع مركز الشراع الذي اخترنا له اليوم أن يكون هذا الموضوع هو موضوع آني. لماذا؟ لأن أهم مرحلة تهم الطالب هي المرحلة ديال ما بعد البكالوريا. حاولنا اليوم من مجموعة من المداخلات ديال الأساتذة أجلة أن نقارب هذا الموضوع من مجموعة من الجوانب فيما يتعلق بالآفاق على مستوى يعني الآفاق العلوم، وكذلك على المستوى يعني اللغة ديال الأدب، وكذلك على مسلك القانون. هذه الأمسية الطيبة المنظمة هذا اليوم لفائدة التلاميذ ما بعد البكالوريا كتوجيها لهم ولآفاقهم المستقبلية تحت إطارة وتوجيه من عدة دكاترة والناس اللي عندهم مؤهلات كبيرة في هذا المجال. اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز شراع للدعم الجامعي والمركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية يأتي إسهاما وتمكينا للطلبة حامل شهادة البكالوريا من التعرف عن قرب على آفاق التخصصات والمؤسسات الجامعية والأكاديميات والمدارس العليا بغية الاختيار الأمثل تماشيا مع إمكانيات الطالب وقدرته العلمية والمعرفية.